أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكون خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0413035091. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شوفرلي دبابة، موديل العربية 2009 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية. العربية زيرو برة وجوة، بدون جرام بوية واحد. العربية حالة الموتور سليمة، وكمان آلات الجر بحالة سليمة. العربية فيها طقم كاوتش جديد وكمان بطارية جديدة. العربية عليها طقم عدة كاملة. العربية بدون مشاكل أو ملاحظات. العربية من الممنوعات، يعني العربية فابريكا بدون جرام بوية واحد. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على سعر عربية شيفورلي دبابة موديل العربية 2009، سعرها 172,000 جنيه. سعر العربية 172,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0192-45720. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0192-45720. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.